خلينا نتكلم أكتر عن الاجتماع، إيه اللي تم فيه وكان إيه دوركم في تنظيم هذا الاجتماع؟ أولاً الاجتماع بيتنظم عن طريق الشركة التابعة لينا في نيويورك اللي استحوذنا عليها مؤخراً في أوائل 2017، وبنحاول دايماً عن طريق الذراع الدولي ده إن احنا نعمل اجتماعات دورية مع شركات مصرية، مع كل ما يمكن أن يروج للاستثمار أو يوضح الرؤية بالنسبة للمستثمر الخارجي عن مصر. الحوار معظمه كان داير وكان بيهم قوي المجموعات اللي كانت موجودة في الاجتماع ده، الإصلاح الاقتصادي اللي تم والإجراءات اللي تمت وأثرها الفعلي على الاقتصاد والاقتصاد الكلي، وما هو متوقع من الخطوات القادمة إذا كان هناك خطوات إصلاحية أخرى بالنسبة للإصلاح الاقتصادي. واتكلموا عن أشياء تخص طبعا إعادة هيكلة الدعم، عن سياسة تأثير الصرف، سعر الفايدة، كل دي أشياء تحدثوا فيها في هذا الاجتماع. وأكتر حاجة بتفيد في الاجتماعات دي إنها ما بتبقاش موسعة قوي، وبيبقى الحوار متبادل، فالاستفادة بتبقى متبادلة. برضه هم بيقولوا رأيهم، وجهة نظرهم من دول تانية شافوها ومروا بنفس التجارب بتاعتنا، وبيشاركوا بخبرتهم فيها، وبيطلعوا باقتراحات كمان تخص مصر وتخص المناخ الاستثمار في مصر. ازاي فرق انطباع الشركات العاملة بالفعل في مصر عن الشركات الجديدة اللي ممكن تكون عندها قلق من كل التغيرات اللي بتحصل سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي في مصر؟ لا، فرق كبير. والفرق ده بيبان دايما في شغلنا قوي، لما بنيجي نسافر ونعمل حملات ترويجية، اذا كان لطروحات او حملات ترويجية لمصر للاستثمار في مصر، وبنشوف عدد طلبات الاجتماعات. لما بنقدم ان احنا نطلب اجتماعات ونشوف بتجيلنا الموافقات، جدول الاجتماعات، عدد الاجتماعات فيه والطلبات للمقابلات بيختلف تماما في الاعداد وفي حجم المؤسسات مع كل مرة بنروح فيها. ده بيبين لحضرتك انه في اهتمام بمصر جامد جدا، ان وجهة النظر والرؤية العامة على مصر، وانا بتكلم عن عامة هنا يعني اقتصادية وسياسية، ابتدت تتغير بالفعل. في شيء ايجابي بيحصل، الشيء الايجابي ده منعكس تماما على اهتمام المستثمرين بصفة عامة من الخارج، مش بس المواطن بتاعت الامريكية، انا بتكلم على كل المستثمرين الدوليين.